أسامة مروان في خلافه مع اليوتيوبر غت مروان وعلاقة حب بين برهوم معراوي وكارولين، شاهدوا المزيد من التفاصيل. فاجأ برهوم معراوي متابعيه بظهور كارولين في قناته بعد غيابهما عن بعض لفترة طويلة، وأغلب المتابعين لاحظوا أن كارولين كانت تؤكد على أن برهوم هو الذي طلب منها تصوير فيديو، وأيضا برهوم بدوره أكد أن المبادرة الصلح كانت من طرف كارولين التي بعثت له رسالة تواسير آخر محنة مر بها وهي سرقة قناته. والمتابعون كان لهم رأي آخر، حيث أغلب التعليقات على فيديو برهوم كانت حول وجود علاقة حب بينهما، فما رأيكم أنتم بخصوص هذا الموضوع؟ لو الفلتر فلتر أبو كلب. بعد أن عزم أحمد بلبلي الشباب في منزل أسامة على أكلة المنسف الأردني، أغلب المتابعون لاحظوا عدم حضور اليوتيوبر غت مروان، وانتشرت إشاعات حول إمكانية وجود خلاف بين غت مروان وأسامة مروان، لكن أسامة نشر اليوم ستوري جمعه مع اليوتيوبر غت مروان ويؤكد فيها أن علاقتهما جيدة. وأيضا من المحتمل أن يكون أسامة مروان قد شارك غت مروان فيديو قام بتصويره اليوم مع برهوم معراوي. ايش الدنيا هذا؟ شفتوا؟ اخذنا سيارته وعم يتنقلوا. وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا كثير لدعمكم ومحبتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس، حطوا لي لايك حلو متلكم، نشوفكم بالفيديو الجاي.